الحديث أكثر عن مهرجان الصقور ينضم إلينا الصقار براش المنصوري. يا صباح الخير. حياك الله. صباح الخير، أهلا وسهلا. يا مرحبا، صباح النور والسرور. الله يحييك. خلينا نتكلم عن هذه، يعني إن شاء الله أنه حتكون مشارك في المهرجان، ونتكلم عن يعني انعكاس هذا المهرجان عليكم كصقارين. والله إن شاء الله ناويين أن احنا نشارك في فئة المحترفين في المهرجان الثالث، ومجهزين للمهرجان، وإن شاء الله نظهر بأفضل صورة. إيش هي الفئات الموجودة في المهرجان؟ إيش الأشياء المصاحبة لها أيضا، سواء للمشاركين أو أيضا المهتمين؟ يعني كيف ممكن تعطينا فكرة لكل محبي طبعا هذا الطائر، إذا ما تحدثنا عن للصقارين أو المهتمين بالصقور؟ والله في أشواط الملواح، في أشواط المزاين، تفضل النادي السنة بإضافة أشواط للإنتاج المحلي للصقور اللي أنتجت في المملكة كسابقة. يعني الشوط هذا مش موجود يعني في جميع أنحاء الخليج، أول مرة يصير عندنا في المملكة، فيشكرون عليه والله يوفقهم إن شاء الله بإذن الله. كيف كان الإقبال على التسجيل؟ والله الإقبال ما شاء الله ممتاز، وأعداد كبيرة بالنسبة للأول يومين. بالنسبة لنا احنا يا المحترفين، ممكن ان احنا ان شاء الله ناويين نسجل في الرياض، بما ان افتحوا لنا فرصة وعدد ايام اكثر، فان شاء الله اللي رحنا قبل المسابقة يمكن اسبوع ولا اسبوعين بنروح هناك وبرضه نسجل في الرياض، علشان الاعداد اللي هنا شفناها في المنطقة الشرقية كانت كبيرة. فشكرة اللجنة، قالوا لنا خلاص بالنسبة للمحترفين ممكن انهم بعد اذا بغوا انهم عندهم إمكانية أنهم يسجلون في الرياض. وشلون شفت أنواع الطيور اللي بتشارك، أيضا النوادر منها، يعني هالتجمع لهالنوع من أيضا الطيور؟ والله ما شاء الله الأنواع، شفنا الجيرات والحرار والشواهين وأفضل السلالات اللي الصقارين حاولوا يقتنونها علشان إن شاء الله يحققون أفضل المراكز بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله يكون هذا المهرجان مختلف وتتوفقون في هذا المهرجان. يعطيك العافية السقار برغش المنصوري. شكرا جزيلا لك.